إنما يجري في سوريا يهدد الأمن القومي الأمريكي. لماذا؟ ما يجري في سوريا إقامة دولة إسلامية. إقامة دولة إسلامية ليست إسقاط نظام غيره أبدا. ما يجري في سوريا يعني إقامة دولة إسلامية تعني تهدد الأمن القومي الأمريكي. فلماذا أمريكا هي التي قائمة الآن؟ ستهدد أساطيرها في البحر الأبيض المتوسط وفي غيره وإن جنك وغيره. والله هي أهداف للمجاهدين. والله الذي لا إله غيره. إن ارتكبت حماقات أمريكا هي زعما منها ستظلم مواقع العسكرية السورية. ونحن نعلم علم اليقين أنها ستظلم صاروخا على نظام هذا الفاسد وستظلم صواريخ على أمة لا إله إلا الله. على الذين أفشلوا هذا النظام وهم على وشك تحرير سوريا بأرضها. تحرير عقل دار الإسلام. من أجل ذلك تداعوا عليها. من أجل ذلك تعصبوا عليها. من أجل ذلك تهزموا عليها. ليس نصرة للإسلام. وليس نصرة للمسلمين. ولكن حفاظ على الأمن القومي الأمريكي. حفاظ على أمن إسرائيل. حتى لا نستخدم هذا السلاح ضد إسرائيل. وضد القواعد الأمريكية. نبشركم يا أمريكا. نبشركم يا رب إذا لم تكفوا عن إيذاء المسلمين. والله لن تكون بوارجكم ولن تكون جنوشكم ببعيد عن ضربات المجاهدين. وعلمتم ضربناكم في عقل ذلك. ضربناكم في وسط أمريكا. ضربناكم في وسط بلادكم. فأنتم الآن أمامنا لغمة سائقة. وإن ذهبتم وكفيتم شركم كفيتونا شركم. أنتم في جانب ونحن في جانب. أما إن اعتديتم علينا قال الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سترون منا ضربات المجاعة. سترون منا الولاد. لا أنتم ولا إسرائيل ولا القبة الحديدية ستكونوا في معزل عن ضربات المجاهدين. لا والله. رأيتم بأسنا من قبل. وجربتم بأسنا من قبل. يا أمريكا ويا غرب. رأيتم بأسنا. إننا نحن قوم بايعوا الله على أن تكون أشلاءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا أخاف لوم ذلك. الفرق بيننا وبينكم. أنكم تحبون الحياة. ونحن نحب الموت في سبيل الله. نحن نحب الموت في سبيل الله. إنكم تحبون الحياة وتحرصون عليها. عندنا من الاستشهاديين الذين يزلزلون العالم. والله عندنا من الاستشهاديين الذين هم والله مسجلون أسماءهم على الدور. ويبكون حتى يبني دورهم. لماذا؟ حبا في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ودفعا عن دين الله سبحانه وتعالى. نحن لسنا مصاصو دماء. ولسنا قتلة ولكن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ونقول وأقول مرة أخرى والله الذي لا إله غيره لو امتلكنا هذا السلاح الكيماوي لم نستخدمه ضد اليهود. فكيف هذا الظالم ومن معه يستخدمه ضد المسلمين ويقول إنني من المسلمين ويقول الكثير منهم إن هذا مسلم ويصلي. أولئك المؤيدون هذا النداء الأخير أيها المؤيدون. هذا النداء الأخير. نظامه زائد وليس هدفنا نظام. حبه بائع وليس هدفنا حبه. هدفنا إعلاء لا إله إلا الله. ودولة إسلامية شاء من شاء وأبى من أبى. هي دولة إسلامية. رغب أنف أمريكا ورغب أنف روسيا ورغب أنف إيران ورغب أنف الغرب ورغب أنف كل من يتحدى هذه الدولة. هي
سيضربوننا لا محالة. قلت سيضربوننا فلا تخافوا. لا تخافوا. ولكن أريد منكم أن تصححوا النية وتصححوا العقيدة. فإذا منتم والله أسأل الله أن يكونوا شهداء. إذا منتم بعقيدة صحيحة ونية صحيحة أن الله ناصركم.